الآن الجهاز تحول بعد المعركة الميدانية وبعد أن قاتل لمدة 3 سنوات تنظيم داعش الإرهابي، وتكللت هذه النجاحات بتحرير الموصل والقضاء على ما يسمى دولة الخرافة، اتجه جهاز مكافحة الإرهاب إلى العمل الاستخباري. الآن عمليات ملاحقة التنظيمات الإرهابية هي تستند إلى الجهد والعمل الاستخباري أكثر من العمل الميداني، لأن التنظيم الآن هو عبارة عن مجموعة عصابات ويحاول أن يقوم بعمليات لإشغال القوات الأمنية، وأيضا محاولة التأثير على المنجز الأمني الذي تحقق والاستقرار اللي تحقق بعد تحرير الموصل. لذلك الآن التنظيم اتجه إلى حرب العصابات، مجموعة من المفارز هنا وهناك، وأيضا التنظيم هو الآن يبتعد عن المدن ومراكز المدن ويستغل الظروف القاسية للتضاريس في مناطق خاصة مناطق الجبال ويختبئ هناك. لكن هنا تأتي أهمية الجهد الاستخباري والحصول على المعلومات الاستخبارية، وجهاز مكافحة الإرهاب قطع شوط كبير جدا في تكامل المعلومات الاستخبارية، تقاطع وتبادل هذه المعلومات مع الأجهزة النظيرة، حتى الأجهزة مكافحة الإرهاب الإقليمية نحن لدينا تعامل معهم وتبادل الاستخبارات، لأن الجريمة الإرهابية هي جريمة دولية تستلزم أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتضافر جهود كافة الدول للحد من تأثير هذا التنظيم الإرهابي. قبل أسبوع احنا أعلننا عن مقتل ما يسمى والي قاطع دجلة. هذا المجرم هو خلف الوالي السابق، عفوا اعتقلناه، هو خلف الوالي السابق الذي قتل أيضا بغارة للتحالف الدولي بناء على معلومات من جهاز مكافحة الإرهاب. لذلك سرعان ما لدينا توفرت معلومات عن الخليفة أو القائد الجديد لولاية دجلة، وتم اعتقاله بعملية مهمة قبل أيام لجهاز مكافحة الإرهاب. التنظيم الآن يمر حقيقة بمرحلة صعبة، يعني هو في فترة ولاية المقبور المجرم أبو بكر البغدادي حقيقة حدث انشقاق كبير جدا في صفوف التنظيم. حتى قبل تحرير الموصل كان هناك صراع على القيادة وعلى الهيمنة وعلى السيطرة القيادية، وأيضا السيطرة على رؤوس الأموال و ما يمتلكه التنظيم من أموال. أو تتذكرون هناك عدد من القادة المهمين في هذا التنظيم هم هربوا مع ما تحصلوا عليه من ملايين الدولارات، هذا شكل ضربة للتنظيم. الصراع في الفترة الأخيرة بين أبو بكر البغدادي والقياديين، ليس فقط العراقيين، حتى القياديين إلى جانب على السيطرة وعلى القيادة، أيضا هذا وصل أوجه بالفترة الأخيرة. لدينا حقيقة معرفة كاملة على نوايا التنظيم، لدينا قاعدة بيانات كبيرة، لدينا معلومات متقدمة من داخل التنظيم،
لذلك تأتي عمل هذه النجاحات اللي حققها جهاز مكافحة الإرهاب. قبل يومين احنا أعلنا حصيلة لعملياتنا لمدة 4 أشهر، 109 عمليات استباقية قمنا بها أسفرت عن اعتقال 99. يعني هذا العدد الكبير واعتقال، هذا نتيجة قدرة جهاز مكافحة الإرهاب على الوصول إلى هؤلاء بمعلومات كبيرة ومعلومات كافية. ذلك عدد الاعتقال عندنا أكثر من عدد الذين تم قتلهم، اللي انقتلوا بحدود أكثر من 39 إرهابي، لكن 99 اعتقال، هذا دليل على قدرة جهاز مكافحة الإرهاب على الوصول إلى هؤلاء. Thank you.